مشاهدينا الاعزاء، ايها الحفل الكريم، مع انطلاقة هذا الشوط التاسع وهذا الشوط الخامس لفت الثنايا الكار، تاسع اشواط مجموع الصباح. تهانينا لكل الفائزين في هذا السباق المحلي الاول الذي شهد اقبالا جماهيريا كبير على المشاركة من كافة دول مجلس التعاون الخليجي. اذا اليوم هو يوم الثنايا وهذا هو تاسع اشواط الثنايا. اليوم بدأنا مع الكبار والرقص دائما كما يقال مع الكبار، ما اجمل الكبار. تشاهدون هذا الشوط وهذه الشعارات التي تملأ أرضية الميدان، فمرحبا بكل هذه الشعارات، وعلى الرحب والسعة دائما لملاك الهجن العربية الأصيلة. أيها الأعزاء، مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول، نتجه إلى المقدمة مباشرة لنتعرف على المركز الأول ومن تسيطر على المركز الأول. هنا الذيبة عبد الهادي بن جابر بن حذقين المري، شعار سيادة على المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني والتغيير الذي أراه على أرضية الميدان من الجانب الآخر. هنا عروبة راشد بن سالم بن محمد بن مسعود المري على مقدمة الشوط وفي المركز الأول، ومتابعة راكان بن مسعود لها في هذا الشوط. بينما التغيير على المركز الثاني كر وفر ما بين الذيبة وما بين عروبة في هذا الشوط. الذيبة عادت مرة أخرى، وشعار بن حذقين يعود مرة أخرى إلى الصدارة، وتبادل مراكز ما بين الذيبة وما بين عروبة، وما زلنا في مقدمة ومع بداية انطلاقة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثالث، الوصول والتقدم على المركز الثالث من قبل راهية لسعود بن صالح بن حمد القمرة، تتقدم تقدم ممتاز للغاية من تحتل المركز الثالث. وننتقل إلى المركز الرابع لنتعرف على من تحتل رابع المراكز. هنا الشاهينية لمحمد بن ناصر بن محمد الجفال النعيمي الدور، والنقلة إلى المركز الخامس وحاملة الرقم 24 سلهودة أحمد بن خزع العامري. هذا هو نداءنا الأول متابعينا الأعزاء، ونتحول إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. وهنا ما زالت على مقدمة الشوط، ولكن من وسط الميدان التغيير. يا سلام، عروبة 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 على مقدمة الشوط. عروبة تنطلق في المركز الأول، راشد بن سالم بن محمد بن مسعود، ومتابعة راكان بن راشد المسعود لها في هذا الشوط. المركز الثاني سلهودة وتحمل الرقم أيضا 24 أحمد بن خزع العامري. على المركز الثاني تتواجد سلهودة. نشوف المركز الثالث وهنا الذيبة. الذيبة تتقدم لعبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي بن حذقين على المركز الثالث. ونشوف المركز الرابع ومن تحتل المركز الرابع. هنا راهية لسعود بن صالح القمرة. بينما المركز الخامس يا عبد الرحمن، المركز الخامس هنا شاهينية لمحمد بن ناصر بن محمد الجفالي النعيمي. هذه النتيجة متابعينا الأعزاء والحفل الكريم. وعروبة ما تزال وما زالت سيدة الموقف، سيدة الموقف عروبة في هذا الشوط، وتسيطر تمام السيطرة على المركز الأول. وانطلاقها ذاتي والدفع تلقائي. ركز يا بن مسعود، التركيز مطلوب مطلوب مطلوب، وأيضا التركيز لكل المضمرين. هنا إذا محاطة بالخطورة عروبة من اليمين، التواجد من سلهودة لشعار أحمد بن خزع العامري، ومن الجانب الداخلي من اليسار هنا تواجد الذيبة عبد الهادي عبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي بن حذقين. إذا ثلاث مراكز أو ثلاث نجوم والمثلث الذهبي في موقع واحد تقريبا. المركز الرابع قدوم خطير خطير خطير، أول نداء للمركز الرابع. شوفوا شوفوا المركز الرابع، ركز يا مصورنا. يا سلام، هنا الذهب 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 الذهب، منصور بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين اللي تبحث عن الذهب في هذا الموسم. أتمنى لها التوفيق ولكل المشاركين. وأيضا تحركاتها خطيرة، تنبأ بأن عند الذهب شيء في هذا الشوط. المركز الخامس يا متابعين، المركز الخامس وهنا القدوم الممتاز، مياسة عفاس بن صالح الكريبي الغفراني المري. تمنى التوفيق لزميلنا
زميل الكريبي شعار، نتمنى له التوفيق. نعود مشاهدينا الاعزاء الى مقدمه الشوط والى المركز الاول ليختلط الحابل بالنابل في هذا الشوط. يا سلام يا سلام، المضمرين الكل يركز، الكل يتابع، الكل يخطط، والذهب وذهب تنتقل ذهب بشكلها الذهبي، الذهب الى العوينه مباشره للفوز. يا غارب ان فازت فسيتجه الى العوينه التي تعودت على السلامات وتشبعت في الاعوام الماضيه بالسلامات وبالنواميس. هذه الذهب، هذه الذهب، منصور بن غانم، منصور بن غانم بن منصور السيف الخيارين على مقدمه الشوط. وذكرت في نداء الاول بانها خطيره، ذكرت بانها خطيره عندما شاهدتها للوهله الاولى وللمره الاولى. المركز الثاني هنا الذيبه، عبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي بن حذقين عروبه على المركز الثالث، وشعر راشد بن سالم بن مسعود الشاعر على المركز الثالث. المركز الرابع سلهوده احمد بن خزع العامري. المركز الخامس اول نداء لاشواق، اول نداء لاشواق يا سلم على هذا السير من اشواق. اشواق 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 تنتقل انتقال ممتاز من الخامس الى الرابع وفي طريقها لتتعارك مع الذهب في هذا الشوط، لتتعارك مع الذهب في هذا الشوط. اشواق وكما قال الشاعر يا شوق هزني هوا الشوق، هزيز غصن انتهى الاوراق والكيلو. الاخير يا مضمرين كل غرض في الوقت ملحوق، لكن وصول صاحب اشواق والذهب تنطلق مشاهدينا الاعزاء. والعصا قوس، والعصا قوس بنسلم يا غانم، بنسلم ان وصلت على هذا المنوال. عروبه على المركز الثاني وهنا الخطوره من اشواق. اشواق يا اشواق، اشواق والذهب والمعركه مشاهدينا الاعزاء، ذكرت بانها ربما تطحن ما بين المركزين الثاني والثالث، وعروبه تتحرك والعصا قوس، ولكن اشواق، ولكن اشواق، اشواق 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 يا سلام. اشواق والذهب بالفعل كما توقعت، كما توقعت بان المعركه ما بين هذين الاسمين. يا سلام اشواق والذهب والمعركه طاحنه. ايضا وصول، وصول من مياسه عفاس بن صالح الكريبي، ولكن اشواق وتحركت الذهب، وتحركت الذهب في راسها ناموس، في راسها ناموس، تريد الناموس ترضى الا بالمركز الاول. ذهب ذهب ذهب، الذهب مع الذهب يا سلام. هذه الذهب وسلام يا العوينه، سلام سلام يا العوينه، سلام سلام يا العوينه، سلام. النقطه الثانيه، النقطه الثانيه لهذا الشعار في هذا اليوم، وشعار الكريبي يتحرك على المركز الثاني يا سلام. ولكن الذهب، ولكن الذهب تحسم هذا الشوط متابعينا الاعزاء، تهدي الفوز ان لم يكن، ان لم يكن لمياسه كلام في هذا الشوط. ولكن الذهب، ولكن الذهب، سلام يا الذهب سلام، تهانينا والناموس لمالك الذهب منصور بن غانم بن منصور بن سيف الخيارين على هذا الفوز. واتجهت السلامات الى العوينه مشاهدينا الاعزاء. المركز الثاني، المركز الثاني، المركز الثاني مياسه لعفاس بن صالح الكريبي الغفراني. المركز الثالث، المركز الثالث اشواق لطالب بن علي بن عماره المري. المركز الرابع سلهود احتلت المركز الرابع لاحمد، احتلت المركز الرابع لاحمد بن خزاع العامري. المركز الخامس، خامس المراكز مياسه لمحمد بن صباح بن سيف الماجد العيني. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء، وكانت منافسه صعبه في هذا الشوط، ولكن الذهب عندما شاهدتها في النداء الاول وهي على خامس ورابع المراكز توقعت بان الذهب سيكون لها حضور في هذا الشوط، وايضا اشواق، ولكن الذهب هي من خطفت المركز الاول واحتلت هذا الشوط بتوقيت زمني ممتاز. لحظات وصولها الى خط النهايه 8 دقائق 6 ثواني 70 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لمالك الذهب منصور بن غانم بن منصور السيف الخيارين، وتهانينا لغانم بن منصور السيف الخيارين على هذا الفوز. المركز الثاني مياسه، وتوقيت مياسه 8 دقائق 7 ثواني 40 جزء من الثانيه. تهانينا لعفاس بن صالح الكريبي الغفراني المري. المركز، المركز الثالث 8 دقائق، توقيت اشواق 7 ثواني 6 او 60 جزء من الثانيه. تهانينا